إذن السلام عليكم، إذن مرحبا بكم في الجزء الثالث من درس الترتيب والعمليات. إذن في هذا الجزء هذا غادي نخصوه للمتراجحات لي زينيكواسيون. إذن شنو كنعنيو بالمتراجحات؟ إذن سبق لكم باش قريتو المعادلات. المعادلة هو كل تعبير على هذا الشكل أ إكس زايد بي تساوي إما صفر أو شي عدد. في المتراجحة مكيكونش عندي تساوي، كيكون عندنا إما أكبر أو أصغر، أكبر أو تساوي أو أصغر أو تساوي. إذن هذا التعبير هذا كيتسمى متراجحة. إذن نسمي متراجحة من الدرجة الأولى، من الدرجة الأولى يعني فيها إكس أس واحد، يعني كاين غير إكس، ما كاينش إكس أس اثنان أو إكس أس ثلاثة أو إكس أس أربعة إلى آخره، بمجهول واحد، يعني كاين غير إكس، ما كاينش مثلا إكس وإيكغيك، ما كاينش مجهولين أو عدة مجاهل، كاين مجهول واحد فقط. كل كتابة على شكل، إذا ممكن تكون أكبر أو تساوي أو أصغر أو تساوي أو أكبر قطعا أو أصغر قطعا. مثلا جوج إكس ناقص ثلاثة أصغر من صفر، إذا هذه كتسمى متراجحة من الدرجة الأولى بمجهول واحد، هذا الطرف الأيسر وهذا الطرف الأيمن ديال المتراجحة. إذا شنو كيعني الحل ديال المتراجحة؟ نأخذ مثلا شي متراجحة سهلة، إذا إكس زائد واحد أصغر من صفر، إذا هذا الطرف الأيسر هذا الطرف الأيمن. إذا دائما في المتراجحة بحل المعادلة، يعني كنقلب على إكس بحيث إكس أكبر أو أصغر من شي عدد. إذا هاد زائد واحد نديها للطرف الثاني، نفس القواعد ديال المعادلات كنطبقهم. إذا زائد واحد نديها للطرف الثاني تولي ناقص واحد، إكس أصغر من ناقص واحد. إذن عندي عدة أعداد أصغر من ناقص واحد، مثلا ناقص ثلاثة أصغر من ناقص واحد، ناقص سبعة من ستة مثلا أصغر من ناقص واحد. إذن يمكن لي نلقى ما لا نهاية من الأعداد اللي كتحقق لها الشرط هذا. إذن لدينا عدة حلول. إذا شنو هاد الحلول؟ هاد الحلول كنعبر عليهم في جملة، كنقول جميع الأعداد الجذرية الأصغر من أو تساوي ناقص واحد حل لهذه المتراجحة. إذا نأخذ مثال تطبيقي. إذا السؤال يقول حل المتراجحة جوج إكس زائد واحد أصغر من أو تساوي خمسة. إذا لدينا جوج إكس، إذا زائد واحد كنديها للطرف الثاني كترجع ناقص واحد زائد خمسة. إذا جوج إكس أصغر من ناقص واحد زائد خمسة تساوي أربعة. إذا للتخلص من العدد اثنان نقسم على العدد اثنان. إذا قسمنا على اثنان، مادام اثنان عدد موجب راه الترتيب مكيتبدلش، ولكن كي كنقسمنا على شي عدد سالب راه غتولي أكبر أو تساوي، لأن الترتيب ملي كنضرب أو كنقسم على عدد موجب الترتيب كيتبدل دائما. إذا نختزل بالعدد اثنان، أربعة على اثنان بعد اختزال هي اثنان. إذا حلول المتراجحة هي جميع الأعداد الأصغر من أو تساوي اثنان. إذا جميع الأعداد الأصغر من أو تساوي اثنان حلول لهذه المتراجحة. دائما نشوفوا هنا واش أصغر من أو تساوي ولا أصغر قطعا. إذا لا كانت أصغر من أو تساوي كندير أصغر من أو تساوي، إلا كانت هنا أصغر قطعا كنقول جميع الأعداد الأصغر قطعا من اثنان حلول لهذه المتراجحة. الآن دابا المثال الثاني، جوج عامل ثلاثة إكس ناقص خمسة عامل ناقص ثلاثة إكس زائد واحد أكبر من صفر. إذا كنتخلصو من الأقواس، إذا كنبسطو، إذا جوج في ثلاثة إكس ناقص جوج في خمسة ناقص ثلاثة في إكس ناقص ثلاثة في واحد أكبر من صفر. إذا ستة إكس جوج في خمسة عشرة ناقص ثلاثة إكس ناقص ثلاثة أكبر من أو تساوي صفر. إذا ستة إكس حنا كنبدلو الترتيب، كيولي ناقص ثلاثة إكس ناقص عشرة ناقص ثلاثة. إذا
ستة إكس ناقص ثلاثة إكس هي ثلاثة إكس، وناقص 10 ناقص ثلاثة ناقص العدد 13. إذا بسطنا الكتابة ديالنا لقينا واحد المتراجع اللي هي بسيطة. دابا الآن عاد غادي ندير الطرف الثاني، إذا غنبدا بالعدد ناقص 13 غادي نديه للطرف الثاني، إذا غيولي 13. هاد كيفاش ديتو للطرف الثاني؟ هاد الطريقة كيفاش؟ 3x ناقص 13، إذا باش نتخلصو من ناقص 13 كنزيد 13 للطرفين المتراجعة، 0 زائد 13. إذا ناقص 13 زائد 13 صفر، لأنهما عددان متقابلان. إذا كيبقى لي 3x أكبر من 13، حنا مباشرة كندي مباشرة كندوزو لطب، يعني هاد لطب هادي مكنديروهاش كما كنا كنديرو في المعادلات، يعني هاد الكتابة بلا ما نديرها. طريقة الحل كنت مازال ما ضابطش ممكن ديرها ماشي مشكل. إذا دابا بقات لي هاد التلاتة خصني نتخلص منها، هاد التلاتة دايما كنشوفهاش موجبة ولا سالبة، إلا كانت موجبة الترتيب ما غاديش يتبدل، إلا كانت سالبة غيتبدل الترتيب. إذا ملي كندي تلاتة لهيه حنا عندنا ضرب، إذا كنقسم عليها، إذا 13 على 3، إذا جميع الأعداد الأكبر الأعداد الجذرية بالنسبة للكلام ديال تالتة إعدادي كيقولوا جميع الأعداد الحقيقية لأنهم قرأوا الأعداد الحقيقية، تاني إعدادي كيكتبوا جميع الأعداد الجذرية الأكبر من أو تساوي 13 على 3 حلا لهذه المتراجعة. إذا غادي نضيف لكم واحد المثال ثالث اللي فيه العدد السالب، مثلا حل المتراجعة ناقص 2x زائد 3 أكبر من صفر. إذا ناقص 2x، إذا زائد 3 نديها للطرف الثاني هتولي ناقص 3. هنا دابا نتابعو معايا، هنا ناقص 2، إذا حنا عندنا ضرب، إذا باش نتخلصو من ناقص 2 خصني نقسم على ناقص 2. إذا كيفاش ملي كنقسم على ناقص 2؟ ناقص 2 عدد سالب، إذا شنو كندير؟ كنبدل الترتيب، إذا ناقص 3 على ناقص 2. إذا اختزلنا بناقص 2 بقات لي إكس أصغر ناقص الناقص موجب، إذا 3 على 2. إذا شنو هو الحل؟ جميع الأعداد الجذرية الأصغر من أو تساوي 3 على 2 حلا لهذه المتراجعة. إذا هذا كان آخر مثال، نلتقي إن شاء الله في تمارين تطبيقية لضبط الدرس أكثر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.